هلا والله. حلقة اليوم من خمس أشياء هي الجزء الثاني من خمس ألعاب قدمت أشياء جديدة أو خلينا نقول قوانين جديدة لعالم الألعاب أو طورت تقنية معينة في الألعاب. وقبل ما نبدأ لا تنسون اضغطوا زر الاشتراك، اشتركوا بالقناة عندكم تحت زر الاشتراك اضغطوا عليه، وأيضا زر اللايك للفيديو، وخلونا نبدأ. فكرة نيو جيم بلس هي اختيار يقدم اللاعب في حال أنه خلص اللعبة وحاب يلعبها من جديد، لكن بيبدأها مع الأسلحة والتطويرات وكل شيء حصل عليه من خلال التختيمة الأولى. تختلف ببعض الألعاب في تقديمها، بعضهم يقدم لك الخيار مع كل التطوير والأسلحة لكن يزيد من التحدي أو الصعوبة، والبعض يعطيك كل شيء جمعته بنفس الصعوبة تلعبها مثل ريزيدنت إيفل 4، يعني راح تقتل أغلب الأعداء بطلقة واحدة. بس الكثير ما يعرفه أن أول لعبة قدمت هذا الخيار هي لعبة Ghosts and Goblins في عام 1985، وهي لعبة باتفول تجبر لاعب أنه يعيد اللعبة من جديد وبصعوبة أكثر عشان يخلص اللعبة ويطلع النهاية الحقيقية للعبة، وطبعا كانت نهاية جدا محبطة وما تسوى أنك تتعب نفسك عشانها. العنف في الألعاب في وقتنا الحالي صار شيء مهم، والكثير من الألعاب تتفنن في هذا الجانب، لكن في ألعاب قديمة أو بالتحديد قبل عام 1986 العنف ما كان له حضور واضح في الألعاب. بس أول لعبة تقدم عنف هي لعبة تشيلر، وصدرت عام 1986 على أجهزة الأركيد. فكرتها أنك تقطع أعضاء الرهائن وتعذيبهم باستخدام سلاح ضوئي أو اللايت جان الموجود في أغلب أجهزة الأركيد. بس اللعبة فشلت بشكل كبير بسبب العنف، حتى أغلب محلات الأركيد رفضت تأخذها، لكن نجحت فقط برا أمريكا. ما تلومهم، فكرة اللعبة جدا مقززة. لعبة كولوسال كيف أدفنتشر اللي صدرت في عام 1976 هي أول لعبة تعتمد على النص في اللعب. فكرتها أنك تستكشف كهف غامض وتحاول تدور على كنز، وتعتمد بشكل أساسي على إدخال نص معين عشان تقدر تتقدم في اللعبة. وكثير من الألعاب بعدها صارت تتبنى هذا الأساس حتى طورت وتصارت على ما هي عليه الآن، مثل لعبة Walking Dead أو Life is Strange. الألعاب على البي سي مرت بمراحل كثيرة وتعتبر الآن أكثر منصة منوعة بالألعاب، وهي المنصة الوحيدة اللي تعطيك الخيار في خصائص اللعب والتحكم والرسوم والتحكم وغيرها. لكن في شيء ما تغير، وهو شيء المسؤول عن حركة الشخصية، وهو الكيبورد مع زرار WASD. هذه الأزرار ما كانت معتمدة بشكل أساسي في السابق أو بالتحديد قبل لعبة Quake 2 اللي صدرت في عام 1997، وهي أول لعبة تقدم هذه الأزرار للتحكم بالشخصية كأزرار أساسية. والألعاب اللي قبلها كانت تقدم الأسهم كأزرار أساسية والحروف كخيار ثاني في قائمة Option اللي ما كان أحد يدري أنها موجودة أصلاً. ما بعد هذه اللعبة صار التحكم أساسي هو الحروف والماوس. لعبة نوستردوم اللي صدرت في عام 1981، جن الرعب والإثارة كان دائما مربوط بلعبة ريزنت إيفل اللي يعطونك بيئة رعب وموارد محدودة ويجبرونك أنك تهرب من شيء معين، والألعاب كثيرة من هالنوع مثل سايلنت هيل وألون إن ذا دارك. بس هذا النوع من الألعاب تطور في فترة أخيرة وصار يدخل فيه الأكشن بشكل كبير. لكن أول لعبة تقدم هذا النوع من الرعب هي لعبة نوستردوما، وكانت مستوحاة من فيلم إيليان. كانت فكرة اللعبة أنك تهرب من فضائي وخلالها لازم تجمع الموارد اللي تحتاجها، ولو مسكك راح تكون سجين في مركبة فضائية، ولو خسرت وما جمعت كل الموارد راح يمسك الفضائي ويقطعك. وهذه كانت الألعاب الخمسة اللي أضافت أشياء جديدة أو خلينا نقول قوانين جديدة لعالم الألعاب. أعطونا أراءكم فيها، أو إذا تعرفون ألعاب ثانية ما ذكرناها اكتبوها تحت، لكن لا تنسون تشوفون الحلقة اللي قبل هذه لأن هذا الجزء الثاني للحلقة. ولا تنسون أيضا مرة ثانية أقول لكم تضغطون زر الاشتراك واللايك وانشر الفيديو هذا بين اللي تحبونه. كان معكم بدر الشيحة، يعطيكم العافية، مع السلامة.